طيب اذا احنا بدنا نطلع فورمولا للباور فاكتور لكنترول. كنترول يعني ايش في عندي؟ الفا مش هيك؟ رح يكون في عندنا الفا. اذا بنطلع على الريكتيفاير في عندي هون فولتج سورس، عندي 4 اس سي ارز، فولي كنترول، وعندنا هاي الفولتج سورس اعطيني فولتج. ايش شكل الفولتج اللي بيطلع معنا هون؟ نذكر حالنا لو كانت الزاويه الفا، طبعا بدنا نعمل فايرنج لواحد واربعه مع بعض واثنين وثلاثه مع بعض، من اخر زاويه التاخير شو سميناها؟ الفا، مزبوط الفا. واذا رسمنا فولتج ويف فورم كارنت ويف فورم هون راح الاقي انه طبعا هذا هون هيفلي اندكتيف لود. اذا كان هيفلي اندكتيف لود ايش عمالي انا بفترض؟ انه كانه تقريبا دي سي الاوتبوت والكرنت كونتينوس بيور دي سي عمال بمر في الاوتبوت. فعندي هون انا حاطط هيفلي اندكتيف لود، يعني اوميجا ال على ار تان ماينس 1 تقريبا بتساوي 90 ولا واحد. هاي لازم هون الزاوية اللي تان اللي الزاوية 90 ارك تان، هذا راح يطلع تقريبا انفينيتي. وعندي هاي الكرنت اللي راح يمر هون ار، هذا ال، عندي هون فولتج، في عندي هون فولتج لود راح يكون ما بين النقطتين هذول. اوكي طيب نرسم هلا الكرنت والفولتج، بس مش راح احط ارقام راح ارسمهم بس رسم. فرسمنا الفولتج هون راح نلاقي انه شكل الفولتج ويف فورم راح يكون تذكرين هاي الرسمة؟ ايش اللي سبب الشكل ما يكونش فول ويف ريكتيفاير؟ فايرنج انجل، وفي عندنا فايرنج انجل هون الفا، ونفسها كمان موجودة هون الفا، ولأنه اللود هيفلي اندكتيف ضمن لي انه الكرنت يضل ماشي يكون كونتينيوس الكرنت. إذا نحطه بلون أزرق، حط الكرنت بلون أزرق راح يكون الكرنت اللي ماشي هلا هون هذا راح يعطيني افريج فولتج مظبوط؟ والكرنت اللي ماشي في اللود راح ارسمه هون مثلا هذا اي لود. طب ليش الكرنت ما فيش فيه ريبل اللي ماشي في اللود رغم انه الفولتج فيه ريبل؟ لانه هيفلي اندكتيف. هون هيفلي اندكتيف كنت ما هو اللود هيفلي اندكتيف منع اي اي سي كومبوننت انه يمر، ما مرش غير دي سي كومبوننت. طيب هذا الازرق الكرنت في مين؟ هذا الكرنت في اللود مظبوط، بس بقابله لازم الكرنت هذا من وين بده يجي؟ سكوير ويف. من وين؟ من السورس. بس وين الزيرو كروسنج تبعته راح تكون؟ فهذا الكرنت لو رسمته الان في السورس راح يكون شكله زي هيك، راح يكون عندي هذا الكرنت هيك لحد هون 180 درجه، بعدين راح ينعكس لاني راح افترض انه هذه 1 و4 وهي 2 و3 راح يكون عندي لحد هون هيك. إذا إيش الكرنت اللي ماشي في السورس؟ شو شكله؟ سكوير ويف. طب شو الفيز أنجل بينه وبين الفولتج اللي جاي من السورس؟ ألفا. ديليت باي ألفا. أوكي ماشي واضح؟ كل فاهم هاي النقطة؟ ما تستغرب إنه في سكوير كرنت ماشي في اللود لأنه أنا عندي نون لينير لود. من وين اجت النون لينيرتي؟ من الاندكتر والريزستر؟ لا من الريكتيفاير كنترول ريكتيفاير اللي موجود هون. طبعا هون سببت انا مشكله اكبر لما كمان عملت الفايرنج انجل الفا، لما سويت الفايرنج انجل سببت مشكله اكبر كمان، لان الفايرنج انجل الفا شو عملت؟ زاحت السكوير ويف كمان اخرته بمقدار الفا. لو الالفا زيرو شو بتكون السكوير ويف؟ ان فيز مع الفولتج سورس. اوكي ماشي واضح. اذا هذه سببت مشكلتين، كوني عملت ريكتيفاير خلت الكرنت وهيفلي اندكتيف لود خلت الكرنت سكوير ويف، ولما بديت اعمل فايرنج انجل الفا بدا هذا يتحرك. فلما طبعا بدا يتحرك صار في فيس شيفت ما بين الكرنت والفولتج، الفيس شيفت بين الكرنت والفولتج غير قيمه الباور الحقيقيه اللي رايحه للود. طيب كيف ممكن هلا نحسب؟ بدنا نحسب الكرنت. الكرنت هذا اللي هو اي ال اللي ماشي في الريزستور يساوي الافرج فولتج لهاي الويف فورم مقسوم على ار. لانه هذه السيركت هون من كثر ما هذه هيفلي اندكتيف من هون بتمنع اي اي سي كرنت انه يمر. فصار بدي احسب في افرج للود.
لأنه I average للload اللي هو نفسه I node سميناه هون أو I load بيساوي في average للload على R. الكل فاهم هاي ليش؟ أنا هون الاندكتر خلق الدي سي خلق الاي سي ما خلى أي اي سي يمر، فصفت الدائرة هاي كأني إذا بدي أعالجها أو حللها كأنها مكونة من AC component و DC component. مش هاي الويفورم الحمراء الفولتج مش بقدر أفككها ل AC و DC. ال DC شو راح يكون؟ الأفرج تبعها، مش هيك؟ الأفرج فولتج تبعها. إذا أنا قدرت إذا قدرت أحسب الـ V average load والـ AC تبعها راح يكون الويفورم اللي الأفرج تبعها زيرو اللي شفتت لتحت. بس أنا من كتر ما هذا اللود heavily inductive إيش الـ AC current اللي بمر فيه؟ زيرو. ما فيش ريبل، ما في ريبل في الأزرق، طلع على الأزرق ما في ريبل. إذا الكرنت الوحيد اللي راح يمر في اللود إيش راح يكون؟ الاسي الديسي. فبدي احسب الافرج تبع هذا اللود. طب الافرج هذا لمين بدي احسبه؟ لهاي الويف فورم الحمراء. لو اللي فيش الفا كان هاي سهله نحسب الافرج تبعها، مزبوط. بس في عندي هون زاويه، اذا الفي افرج شو بيساوي؟ راح يساوي 1 على 2 باي من، هلا طبعا هي من 0 ل 2 باي، خلينا احطها من 0 ل 2 باي بعدين، او خلينا احطها مباشره لانه بدي احط فاي انجل، راح احطهم من الفا لباي بس مضروبة في 2، لأنه عندي هاي القطعة وهاي القطعة، وهذه رح تكون هلأ هون V، خلينا نحطها V peak إذا بدكم sine إيش هو؟ ألف باي زائد ألفا، صحيح، لأنه عندي هون أخرت بألفا وهون رح أخر باي زائد ألفا، فرح تكون 180 درجة من هون اللي هي الفترة هاي. مش كله سينوسويد؟ تفضل. إيش تفضل؟ مش كله سينوسويد؟ صحيح. طلع انسي هذا الشكل وانسي هذا الشكل، هذا الشكل ساينسويدل. لو انا جبت شباك، لو حطيت لك شباك، لو قصيت شباك في الورقه وحطيته هون وما فرجيتك شيء من هون وشيء من هون وطلعتي على هذا الجزء، مش هذا ساينسويدل؟ الاندكتر بيكمل الساينسويدل. لا انتبهي هلا، هذا من وين اجى هذا الساينسويد؟ مين اللي اعطاني اياه؟ ايش عمالي بقيس انا؟ بقيس السورس. مين اللي خلاني اشوف السورس؟ انا بحكي عن النيجاتيف. اي نيجاتيف هذا؟ لا اللي هون، هذا اللي هون. هذا من وين جاي النيجاتيف؟ لا الاندكتر سمح للاس سي ار انه يضل شغال، واذا الاس سي ار ضل شغال ايش سمح لي اشوف؟ اشوف السورس، خلاني على اتصال مع السورس، مزبوط. فالاندكتر سمح لي اني اضل على اتصال مع السورس لمده 180 درجه، بس ال 180 درجه اللي ضليت على اتصال فيهم مع السورس ما كانوا ال 180 درجه اللي انت بتفكر فيهم اللي هم من 0 ل باي، شو كانوا؟ من الفا لباي بلس الفا، هم نفسهم 180 درجة. فأنا بطبيعتي شفت السورس، بس شفته شفتت، مش هاي ضلت ساينسويدا؟ مظبوط. بس إمتى إيش شفتها؟ ما شفتها كلها، شفت شباك عليها. الشباك إيش كان؟ ألفا لباي بلس ألفا. أوكي ماشي. إذا صارت عندي هلا هاي ساين ويف، بقدر أطلع الآن بشطب التنين مع التنين، فبشطب الآن التنين مع التنين، بضل عندي واحد باي برا، بقدر أطلع في بيك برا اللي هي البيك تبعي دي بيك من هون. هلا ايش بضل عندي جوا؟ هلا بضل عندي ساين من هون. طيب ليش ما بقسم على اوميجا؟ نعم كامل بالنسبه لثيتا. بضل اذا هذه بتصير عندي ماينس كوساين، مش هيك؟ وعندي هون الفا هاي بلس الفا، حسبناها هاي الفورمولا مش مره عملناها، تمام. فهذه هلا بتطلع معنا من هون، بتطلع معي الافرج من هون اللي هو في 2 في بيك على باي كوساين الفا، عشان ما اضيعش وقت كثير بالحسابات من هون. هاي هيك بتطلع معي اللي هي على فكره هاي اذا كانت الفا زيرو شو بترجع؟ بترجع في بيك على باي على 2، مش هي نفسها؟ مش هيك؟ مش الافرج حسبته الافرج للفول ويف ريكتيفايد ويف فور في بيك على باي على 2، ولا الهاف ويف شو كانت؟ في بيك على باي، هي نفسها هاي، بس حاله خاصه منها بتصير كوساين كوساين الفا. طيب اذا هذه بالنسبه للفي بيك. اذا هلا اي لود او اي لود دي سي شو بيساوي؟ بيساوي في افريج تبع الاوتبوت على ار، واللي هي بتساوي في بيك في 2 على باي كوساين الفا على ار. طيب هلا هون نسال السؤال، هذا الكرنت ايش هو اللي هو هيو حسبناه الاي لود دي سي؟ هو نفسه الازرق مظبوط. هل هو بيور دي سي؟ إذا الـ RMS تبعه شو بيساوي؟ نفسه. هذا يساوي كمان I load RMS.
طيب إذا الريل باور شو بتساوي؟ اللي أخذها الريزيستر. مش هذا الكرنت هو نفسه ماشي في الريزيستر وأنا عارف الار ام اس تبعه. إذا شو راح يكون الباور؟ ريل باور بتساوي اي سكوير هذا اي سكوير ار مزبوط؟ فبصير عندي هلا 2 في بيك كوساين الفا على باي ار اي سكوير. اوكي ماشي مزبوط. شو ضل هلا لازم احسب حتى احسب الباور فاكتور؟ او الباور مسؤول الباور. هلا نرجع لصاحب الشركه. معلش هو مثال غريب شوي. صاحب الشركه ايش بفكر انه هو راح ياخذ؟ فكر راح ياخذ ابارنت باور. في ار ام اس عنده مزبوط؟ ايش عنده الفي ار ام اس موجوده؟ طيب واي ار ام اس؟ طيب مش هذا هو؟ مش هذا الكرنت اللي سحبته انا في اللود يقابله الكرنت هذا اللي سحبناه من هناك؟ وهذا حسبنا الار ام اس وهذا حسبنا الار ام اس تبعه مثلا مضبوط. فبصير عندنا هلا من هون اس بدها تساوي في ار ام اس تبعت السورس مضروب في اي ار ام اس تبع السورس. هلا هذا ايش بيساوي؟ وين اي ار ام اس كان عندي؟ بيطلع نفسه؟ طيب خليني اشوف ايش الغلط اللي عندنا. اي او ايش اللي ما حسبناه؟ السورس ار ام اس نفسها خلص نفس الاي ار ام اس دي سي ما هي سكوير. اوكي اوكي مضبوط. هلا بتطلع عندي اللي هي هاي مش هيك بدون الجذر مظبوط لانه هذه هون بي فهي اي لود ار ام اس اللي هي هاي اللي هي 2. هو كان الاسهل انا اضرب في ار ام اس تبعت اللود في اي ار ام اس تبعت اللود ما في مشكله. هلا هاي بتصير عندي اس بتصير في ار ام اس. في ار ام اس احنا عارفينها اللي هي في بيك على جذر الاثنين مظبوط. واي ار ام اس اللي هو 2 في بيك على باي كوساين الفا على ار مظبوط. هلا بصير عندي الباور مظبوط هيك ولا في شيء غلط؟ مظبوط. هلا بصير عندي الباور فاكتور بيساوي بي على اس. هلا خلينا نشوف ايش الاشياء اللي بتشطب. هذا عندي مربع مظبوط وهذا نفسه مش مربع، فاذا قسمتهم بضل عندي اول شيء هذا الجزء مضروب في ار اللي هو 2 في بيك كوساين الفا على باي ار مضروب في ار مضبوط اللي هو اي جزء اللي هو هذا مقسوم على هذا. ايش ضل عندي هون؟ ضل عندي اللي هو على في بيك على جذر الاثنين. في بيك بشطب مع في بيك، ايش بضل عندي؟ جذر الاثنين كوساين الفا على مظبوط؟ 2 جذر الاثنين من وين اجت؟ عندي 2 هذه هون موجوده مش هيك؟ هاي الجذر الاثنين بدها تطلع لفوق مضبوط؟ 2 جذر الاثنين كوساين الفا على باي. اذا